مثل ما كن شايفين هدول الأدوات اللي هنستخدمهم مشان نكبس سلك twisted pair. أول أداة اللي هي المكبس، مثل ما كن شايفين هون في عنا موديلين من المكابس، طبعا بس مشان تشوفون جبنا الاثنين، وفي عنا RJs أو RJ45. RJ45 مثل ما كن شايفين عبارة عن قطعة بلاستيكية، وفي عنا تستر، والتستر يستخدم مشان نعمل تيستينج للكيبل انه شغال بشكل طبيعي، ورح تشوفوا كيف بيشتغل. وفي عنا طرفين الكيبل اللي نحن حابين نكبسه. خلونا نبلش هلا. طبعا هذا المكبس ما حنستخدمه، بس جبناه مشان نورجيكم انواع مختلفه. وهذا المكبس هو الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما بالعالم. مثل ما انتم شايفين هون في عنا شفره، وهي الشفره استخدامها مشان تفصل الكيبل بشكل تام، يعني يستخدم لقص الكيبل. في عنا شفرة داخلية هون موجودة بهي القناة، وهي الشفرة استخدامها مشان نعمل تعرية للكيبل مشان نطلع الكيبلز الصغار. خلونا هلا ناخذ واحد من أطراف الكيبلز ونشوف كيف بده يتعرق. طبعا أول شيء أنا راح أقص الكيبل بشكل كامل مثل ما كنتم شايفين هون، بحط الكيبل على شفرة القص وبكبس بشكل قوي. الكيبل طلع عندي زيادة هون. بعدين بدي اعري الكيبل، رح فوته بهي القناة طبعا بحجم معقول خلينا، وبعدين بنروح بنكبس وبنلف المكبس حوالين السلك مثل ما انتم شايفين هون. طبعا بيساواه هلا المكبس انه عرق الكيبل، شايفين الكيبل طلع بس الشعيرات الداخلية ضلوا موجودين. لاحظوا مثل ما حكيت لكم في عنا 4 ألوان رئيسية و8 أسلاك بالداخل. لون الأزرق ملفوف حواليه الأبيض أزرق، لون البرتقالي اللي موجود هون، وفي عنا لون الأخضر والبني. اللي حنساويه هلا نفك الأسلاك عن بعض هدول، يعني نخلي كل سلك بحد ذاته لحاله، وبعدين بدنا نسلك السلك مثل ما كن شايفين هون مشان يروح عملية الالتفاف اللي صار بالسلك، بنشده بهذا الشكل. طبعا كمان البرتقالي والأبيض برتقالي بدي اعريهم او بدي سلكهم. كمان في عندي الازرق والابيض ازرق. اللي حساويه هلا حابدا بالترتيب. طبعا احسن مسكه مشان الترتيب هي هي المسكه، ترتبهم على هذا الاصبع وتمسك الكيبل بهذا الشكل. اول شيء اللي حنكبسه اليوم هو الستريت ثرو. رح نكبس الكبسه العاديه اللي تستخدم للتوصيل بين السويتش وجهاز عادي. اتفقنا اول لون رح نحطه الابيض برتقالي مثل ما كنتم شايفين رتبته هيك، وبعدين في عنا البرتقالي بنحطه بعده، واكيد الترتيب من الشمال الى اليمين. وبعدين في عنا الابيض اخضر، بنحط الابيض اخضر بالشكل هذا وبنخليه يمسك، وبعدين بنحط الازرق، وبعدين بنحط الابيض ازرق، وبعدين بنحط بالنهايه الاخضر، وبعدين الابيض بني والبني. لاحظوا اللي صار عندي هون، الكيبلز موجودين بشكل مرتب ومتقن وما فيهم امتناعات كثير. طبعا اللي علي هلا بس قص راس السلك مشان يصير يسع بالار جي بشكل طبيعي. اكيد بستخدم قصاصه ونصغر حجم القصه، وبعدين بكبس بقوة. طبعا نزل الشعيرات الصغار على الطاوله، اكيد ما بيلزموني هدول. بمسك الار جي بالشكل هذا اللي شايفينه قدامكم، يعني شكل البنز هدول اللي لونهم ذهبي لوشي، وفوت الكيبل لهون. لاحظوا فوته، وبتاكد انه الكيبل فات بشكل سليم. بتاكد انه الابيض برتقالي وصل للزاويه هون، واكيد البني من الطرف الثاني وصل. وبرجع بتاكد من ترتيبهم، ابيض برتقالي برتقالي، ابيض اخضر ازرق، ابيض ازرق اخضر، ابيض بني وبني. طبعا هيك صار السلك جاهز للكبس. كل اللي علي انه ساويه امسك المكبس، فوت الار جي بداخله، اتاكد انه وصل من الطرف الثاني بدون اي مشاكل، واكبس بشكل بطيء وسلس وبنفس الوقت قوه. لاحظوا اللي صار عندي هون، البنات هدول اللي كانوا طالعين نزلوا على الاسلاك الصغار. طبعا هلا كنت كبست الطرف الاول اللي موجود عندي بالكيبل. علي هلا انه اشبك الطرف الثاني مثل ما كنتم شايفين، هذا هو الطرف النهائي. راح امسك هذا الطرف، اكيد قصه، من المفضل انه نقصه لانه لاحظوا هون الشعيرات الصغار فايتين لجوا،
يعني لو بعري دايركت ما حيكون في عندي نصيحة، ما بتكون نصيحة، بقص الكيبل وبعدين برجع بعري. يعني رح استخدم الشفرة القاصة، قص الكيبل، وبعدين بستخدم قناة التسليك أو قناة التعراية بحطها، وبعمل لفة 360 درجة للكيبل، وبعدين بشيلها، وبعدين بفرد الأسلاك مثل ما تعلمنا، وأكيد بفصل كل سلكين عن بعضهم، أبيض برتقالي لحال، البرتقالي الأزرق مع الأبيض أزرق بفصلهم، وفي عندي الأبيض بني بفصله عن البني، بضل بالنهاية الأبيض أخضر والأخضر. طبعا كنا نحن عم نكبس straight through، رح أرجع رتب نفس الترتيب اللي رتبته بالكاسية اللي موجودة عندي هون، كونه لو في حال كنا عم نشتك كروس اوفر أكيد بدنا نعمل الكبسة اللي علمتكم إياها بالفيديو الماضي. أوكي، منرتب الأسلاك أبيض برتقالي برتقالي، بعدين أبيض أخضر بحطه بعدهم، بعدين بحط أزرق والأبيض أزرق، أكيد بدي ظبط الأزرق بس بحيث يجي جنب الأبيض أخضر، بعدين بحط الأخضر أبيض بني والبني. لاحظوا هون كيبلز ترتبوا عندي بشكل سليم، ما علي إلا أنه قص الشعيرات الزيادة ساويهم بطول معقول. تتأكد أن الترتيب سليم عندك هون، كل ما عليك أنه تمسك RJ تاني وتحطه بالراسية، تكبسه للداخل، تتأكد أنه الألوان فايتة من الأطراف بشكل سليم، تمسك المكبس، ما عليك إلا تفوت الراسية توصلها للأخير، وبعدين تكبس بشكل سلس. طيب هيك بنكون كبسنا الطرفين وخلصنا العملية اللي نحن حابين نساويها. اللي علينا هلا ضل انه نعمل تيستينج باستخدام الكيبل تيستر اللي موجود عندنا هون. مثل ما كنتم ملاحظين الكيبل تيستر في فتحة هون، هاي الفتحة للار جي 11 اللي هي اسلاك التليفون، وهون في عندي فتحتين واللي هي اللي بفوت فيها بالار جي 45. ما علي الا ان فوت بداية السلك هون ونهاية السلك هون. بعمل اون للتستر، مثل ما كن شايفين هون بيبدأ بيعمل لي بيورجيني انه القسم الاول رايح على الاول، مثل ما كن شايفين في عندي هون اس، لو بزيحة بيصير ابطأ التمرير للاشارة، وفينا اكيد نفك هاي ونشوف شو اللي عم بيصير. لاحظوا الخامس رايح على الخامس، السادس رايح على السادس، الاول رايح على الاول، وهيك بتكون عملت او تأكدت انه الكيبل شغال بشكل طبيعي. هيك بنكون عرفنا كيف نعمل تيستينج للكيبل اللي موجود عنا، وفي حال كان في عنا اي اخطاء بتلاقي البن اللي فيه غلط ما ضوى. يعني لو فرضنا الكيبل الثالث مقطوع واللي هو ابيض اخضر، حتلاقي هون ضوى الاول مع الاول، الثاني مع الثاني، بس الثالث مع الثالث ما ضوى، وبعدين نط على الرابع. مثل ما كنتم شايفين كبس الاسلاك ما في اي صعوبة وسهل جدا، اكيد نطفيه اوف، وهيك بيكون الكيبل جاهز بانه ينوصل من طرف الى السويتش ومن الطرف الثاني يروح على الجهاز.